أهلا بحضراتكم من جديد. لا تزال الأسواق المالية في حالة تقلب مستمر منذ أشهر، وذلك بفعل التضخم المستمر والقلق بشأن الركود، هذا في الوقت الذي تحاول فيه باستمرار توقع الخطوة التالية من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أو البنك المركزي. للمزيد من التحليل ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي الأستاذ علي حمودي الخبير الاقتصادي، كما ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الأستاذ هيثم الجندي المحلل الاقتصادي. أستاذ علي، أبدأ معك. يعني 6 أو 7 مرات من رفع الفائدة الأمريكية، وجيروم باول رئيس الاحتياطي الفيدرالي لا يستبعد دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود، فإذا نحن بالتالي أمام موقف في غاية الحساسية، وهذا الموقف طال أمده أيضا مما يلقي بظلال يعني سيئة على الاقتصاد العالمي والأمريكي تحديدا. مساء الخير وشكرا للاستضافة. نعم كلامك صحيح، احنا للمرة 10 تقريبا على التوالي الفيدرالي رفع الفائدة الأسبوع الماضي، اليوم بنك إنجلترا رفع الفائدة للمرة 12 يتصل إلى 4.5%، وذلك لأن مهم جدا عند صناع السياسة النقدية وأهمها الفيدرالي بنك إنجلترا البنك المركزي الأوروبي، هو الحد من نسب التضخم اللي حقيقة لم تشهدها هذه الاقتصاديات المتقدمة منذ أكثر من 40 سنة، لأن الخطر هو عدم التصدي لها، خاصة من وجهة نظرهم هم أنها قد تستحفل في الاقتصاد ومن ثم تستمر إلى فترة طويلة جدا، وهذا من ثم يعني تكون صعب التخلص منها. الجيد في الأمر أنه نعم، إذا نتكلم عن الولايات المتحدة ابتدينا نرى بوادر من أنه التضخم ابتدى ربما يصل إلى ذروته في كثير من القطاعات، في قطاعات السلع المعمرة، قطاع التضخم الأساسي الذي يتضمن أجزاء الطعام والطاقة التي هي نعلم أنها متقلبة جداً، وهذا شيء طبيعي لأن هذه أرقام التضخم التي نراها الآن هي تقاس بما كانت عليه منذ سنة، ونعلم كيف كانت نسب التضخم منذ سنة في ليس في الولايات المتحدة أو أوروبا فقط وإنما في العالم كله. أستاذ هيثم، يعني حتى الآن هناك ركود في كثير من الأشهر التي قضاها الاقتصاد الأمريكي طوال 2 تقريبا، وربما الركود التضخمي هو السياق الذي ربما دخله العالم بشكل غير معلن حتى الآن، وهذا ما تؤكده نسب التضخم المرتفعة لعدة سنوات حتى الآن بلا أفق للحل. لماذا لم تنجح الحلول حتى الآن في الخروج من هذه الأزمة؟ حضرتك، الولايات المتحدة في دور التجديد نقدي مستمرة بقالها 14 شهر، خلالها الفيدرالي الأمريكي رفع سعر الفايدة 500 نقطة أساس من مارس 2022 ليصل سعر الفايدة ل 5.25%. في الوقت الراهن لازال معدلات التضخم رغم نزولها عن البيك أو ذروتها في يونيو من العام الماضي لما بلغت 9.1 نزلت ل 4.9 بالنسبة للمؤشر الـ CPI Consumer Price Index المؤشر العام، والمؤشر الكور استقر عند 5.5%. لازال معدل التضخم رغم نزوله أكثر من ضعف المستوى اللي بيستهدفه الفيدرالي البالغ 2%. وأصبح الوضع دلوقتي إن شبح الركود التضخمي أصبح بيخيم على الاقتصاد الأمريكي ومع الاقتصاد العالمي، بإن إحنا منتظر مع دخول النصف الثاني من العام نشهد تباطؤ ملحوظ في النمو الاقتصادي الأمريكي، إن لم نشهد معدلات نمو بالسالب، معدلات انكماش، وفي نفس الوقت معدلات التضخم ستظل أعلى من المستوى المستهدف، وهنا الوضع هيزداد صعوبة على الفيدرالي لأن خياراته هتصبح محدودة. استمراره في دورة التجديد النقدي معناها مش بس ركود، لا كمان ممكن تحصل أزمة مصرفية، خاصة إن فقط في الولايات المتحدة 4 بنوك في شهرين، ومنهم بنكين من أكبر البنوك اللي فقدت في تاريخ الولايات المتحدة بحجم وصول 200 مليار دولار لكل منهم. يعني بدأ الأمر بسقوط بنك سيلفر جيت، ثم دخلنا على بنك سيليكون فالي، وبعدها سيجنتشر، وصولا لفيرست ريبابليك اللي استحوذ عليه. يعني بدأ يطلق على حوالي 10 بنوك أمريكية بنوك سيئات السمعة الآن، يعني هناك قائمة تضم أكثر من هذا العدد الذي أعلن إفلاسه. بالضبط، يعني كنا متعودين دايما على مصطلح It's too big to fail، كان المصطلح بيطلق على البنوك الكبرى اللي بيتعذر السماح بسقوطها. دلوقتي أصبح فيه expression جديد وهو It's too small to succeed، البنوك الصغيرة بقت مهددة، وأغلب البنوك ديت هي وقعت في فخ نصبوا ليها الفيدرالي بدون قصد، ألا وهو التحفيز المفرط اللي حصل في أعقاب جائحة كورونا.
دفع الشيكات التحفيز اللي كانت بترسل للأسر دفعت إلى تضخم حجم الودائع في البنوك. وطبعا ما كانش حد ياخد في اعتباره ان سعر الفايدة في امريكا هيخفض بالشكل الرهيب اللي شاهدناه في عام 2022. حتى الفيدرالي نفسه استهل عام 2022 اقصى تقديراته ان هو هيرفع الفايدة 3/4 نقطة مئوية. الوضع وصل بان هو رفع الفايدة 5% خلال 14 شهر. فبالتالي استمرار الفيدرالي في رفع الفايدة اصبح دلوقتي غير مرتقب او غير منتظر. منتظر في الاجتماع القادم في شهر يونيو بنك الفيدرالي يتوقف عن تجديد النقدي ويراقب التأثير التراكمي لزيادات الفايدة، خاصة ان السياسة النقدية بتعمل بتأثير متأخر، فحتى اللحظة ديت اثارها الكامل لم يتضح على الاقتصاد. فبالتالي الستاكفليشن او الركود التضخمي هو الهاجس الحالي اللي بيهدد الاقتصاد الامريكي ومعه الاقتصاد العالمي، وبيعيد للاذهان فترة السبعينات، الفترة اللي كان فيها هذا الحال. ولكن هو السؤال، هل الركود التضخمي هيكون بصورة مخففة ولا بنفس الحدة اللي كانت موجودة في السبعينات؟ طيب أنقل هذا السؤال للأستاذ علي حمودي. أستاذ علي، لماذا هناك خطر من الركود التضخمي الآن؟ كيف نفهمه وكيف نرى ربما تأثيراته على باقي اقتصادات العالم؟ إذا كنا نتحدث عن منطقة الخليج وهي الأكثر إنتاجا للنفط في العالم، كيف سيؤثر الركود التضخمي على هذه المنطقة وقد بدت فيها بعض المشاكل في الموازنات أيضا؟ نعم طبعا، هو أنه دخول الولايات المتحدة في ركود تضخمي هو ليس شيء مسلم به. يعني قد تتفادى الدخول في ركود تضخمي، ما أبرزته بيانات العمل التي صدرت يوم الجمعة الماضية أنه حقيقة الاقتصاد في الولايات المتحدة هو مرن جدا، قطاع العمل مرن جدا، وما زال الاقتصاد يخلق وظائف. وكما ذكر رئيسك الكريم قبل قليل، نعم الفيدرالي من المتوقع أن يتريث في الأشهر القادمة ليرى مدى أثر سلسلة رفع الفائدة على الاقتصاد، وهي فعلا تتحرك بلاج لا تتحرك بسرعة في الاقتصاد الحقيقي. وحتى المملكة المتحدة اليوم، تصريحات رئيس بنك إنجلترا أو يعني البنك غير توقعاته. في شهر فبراير كان يتوقع أنه يدخل الاقتصاد في المملكة أو ينهي هذا العام بانكماش بنصف بالمئة. الآن يتوقع بنك إنجلترا أن ينهي عام 23 الاقتصاد في المملكة المتحدة على نمو بربع بالمئة. فحتمية دخولنا في ركود تضخمي هي ليست أكيدة لحد الآن. أما بعض التباطؤ في الاقتصاد، هذا هو أصلا الهدف المنشود من رفع أسعار الفائدة، حتى الحركة الاقتصادية، الطلب على السلع يهدأ بعض الشيء، فالمستهلك يحد من استهلاكه، وهذا يجعل من أسعار الخدمات، أسعار البضائع أن لكن أستاذ علي، طوال الفترات التي رفع فيها المركزية الأمريكية أسعار الفائدة سحبت كميات كبيرة جدا من السيولة من الأسواق الأمريكية، وحتى الآن أيضا لم تنجح هذه الجهود في الوصول إلى المستوى الآمن من نسب التضخم في الولايات المتحدة. إذن هذه الآلية طويلة الأمد لهذه الدرجة؟ لا توجد آليات أخرى ربما للسيطرة على التضخم؟ يعني عند الفيدرالي أو عند البنوك المركزية، عند صناع السياسة النقدية، هي البدائل حقيقة. إما يطبعون نقد في حالة انكماش في الاقتصاد، كما رأينا في جائحة كورونا، وكما رأينا في الأزمة المالية العالمية 2008، وأما خفض أسعار الفائدة لتحفيز الاقتصاد أو رفعها للحد من التضخم. ربما العبء الأكبر هو على السياسة المالية الذي هي يقوم بها السياسيون أو الذين هم في يعني مسؤولين عن الميزانية إلى آخره، في أيضا تحفيز الاقتصاد أو الحد من التضخم من حيث ربما دعم بعض السلع. يعني مثلا الجزء الكبير من أسباب التضخم، لو تكلمنا عن الولايات المتحدة، أوروبا أو بريطانيا بالتحديد، هي ارتفاعات كبيرة رأيناها في أسعار الغذاء وأيضا أسعار الطاقة. جرى عوامل كثيرة بعد كوفيد وعودة الاقتصاديات إلى الانتعاش، ومن ثم الحرب الروسية الأوكرانية. نعم.
طيب أستاذ هيثم، صندوق النقد الدولي يحذر الآن من تداعيات خطيرة للغاية إذا تخلفت الولايات المتحدة عن سداد ديونها، والداخل الأمريكي الآن يقف على أطراف أصابعه انتظارا لحل هذه الأزمة التي ستفاقم مشاكل الاقتصاد الأمريكي وبالتالي ستفاقم مشاكل العالم. هل يفعلها الأمريكيون ويصلوا إلى حل في رفع سقف الدين البالغ 31 تريليون و400 مليار دولار، أم ستضاف مشكلة إلى المشاكل؟ يعني هي جرت العادة أن الولايات المتحدة بتصل إلى اتفاق في اللحظات الأخيرة، ولكن ده ما يمنعش أن الهاجس والقلق هيزيد كل ما هنقترب من ميعاد الأول من يونيو، الميعاد اللي حددته وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين بأن بحلول هذا الموعد ستنفذ الأموال لدى وزارة الخزانة لتلبية الالتزامات، سواء كانت هذه الالتزامات مدفوعات للعاملين بالحكومة الفيدرالية أو مستحقي البرامج الاجتماعية، وصولا إلى مدفوعات الدين والفوائد للدائنين للولايات المتحدة. فكرة سقف الدين في الأساس بدأت من عام 1917 للهدف منها ضبط الإنفاق والحد من الدين، ولكن على غير المستهدف أو غير المأمول منها الدين فضل فيه تزايد. يعني عام 90 كان حجم الدين الأمريكي 3.2 تريليون دولار، أصبح الآن زي ما حضرتك تفضلت وقلت 31.4 تريليون دولار. إحنا بلغنا سقف الدين في يناير، وإدارة الخزانة من شهر يناير حتى اللحظة ديت بتلجأ لما يعرف بالأساليب المحاسبية في تدبير أموال للوفاء بالالتزامات، ولكن هتيجي عند وقت ما يسمى بالإكس ديت خلال شهر يونيو وستعجز عن تدبير أموال للوفاء بالالتزامات. اللي بيخلي الأمر مثير للقلق هو حجم الاستقطاب السياسي اللي موجود في الولايات المتحدة ما بين الديمقراطيين والجمهوريين، وإحنا مقبلين على عام انتخابي. الجمهوريين كان في يوم 27 أبريل مرروا النسخة الخاصة بهم برفع سقف الدين، واشترطوا فيها عشان يتم رفع سقف الدين لمارس من عام القادم بمقدار تريليون ونص، يتم إجراء تخفيضات إنفاق بقيمة 4.5 تريليون دولار على مدار 10 سنوات، وأغلب هذه التخفيضات تمس أولويات الحزب الديمقراطي. ومن هنا المشكلة، الرئيس بايدن والديمقراطيين يرفضوا إن هم يقدموا هذه التنازلات لأنها هتكون لها ضريبة ثقيلة انتخابية العام القادم. فالخوف من ان تكرار سيناريو عام 2011 لما الولايات المتحده رفعت سقف الدين قبل الميعاد النهائي بيومين، وكاله ستاندرد اند بورز خفضت التصنيف الائتماني للولايات المتحده، واكبر طبعا عاقبه خطيره على الاقتصاد العالمي هو ان تكاليف الاقتراض الامريكيه تقفز، واحنا عارفين ان تكاليف الاقتراض الامريكيه هي البنش مارك للعالم. هي المقياس العالمي لتكاليف الاقتراض، فدي الضريبه المباشره اللي ممكن طبعا العالم كله يدفع ثمنها، وهيكون ركود صريح وحاد جدا للاقتصاد العالمي. فحتى اللحظه ديت الاسواق بعض منها الذي يتفاعل مع احتماليه التخلف من جانب الولايات المتحده وما يعرف بالتكنيكال ديفولت، التخلف لاسباب فنيه وليس لان الولايات المتحده عجز عن تدبير اموال، وانما نتيجه العناد والتعنت. يعني التشويق على الطريقه الامريكيه يا استاذ هيثم، وربما نرى الحل في الدقائق الاخيره من هذا الفيلم الكبير. اشكرك جزيل الشكر المحلل الاقتصادي الاستاذ هيثم الجندي من القاهره، ومن دبي ايضا اشكر الاستاذ علي حمودي الخبير الاقتصادي، شكرا جزيلا لكما. اذا الى فاصل اخر نواصل بعده المراقبه من القاهره الاخباريه عاصمه الخبر، فكونوا معنا.